جو طبعا النهارده نار نار يا حبيبي نار. وامبارح بس النهارده هم كنا سامعين ان النهارده بقى الذروه، يعني النهارده هتوصل تقريبا لحاجه و40. تيجي نطمن على الجو؟ يلا. طيب خلينا نطمن على الجو مع استاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. صباح الورد على حضرتك يا استاذ وحيد. صباح الخير يا استاذ المين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. واخبار الجو ايه؟ لسه كنت بتكلم مع سمر وبنقول ان النهارده نار يا حبيبي نار. الجو شديد الحراره فعلا النهارده. بتصل فيه درجه الحراره العظمى باذن الله على القاهره الى 43 درجه. الجو ده مستمر معانا حتى يوم الاحد القادم، طقس شديد الحراره خلال ساعات النهار، مائل للحراره في بدايه الليل، معتدل خلال الساعات المتاخره من الليل وحتى الساعات الاولى من الصباح. طبعا كل اللي هينزل سواء لقضاء صلاه الظهر او صلاه الجمعه لازم يكون فعلا في غطاء للرأس، الشمسية او اي شيء من هذا القبيل، احتساء السوائل بقدر الامكان، ويفضل بالفعل ارتداء الملابس القطنية الفاتحة. وللسادة المسافرين عبر الطرق الصحراوية الزراعية، جو شديد الحرارة فيجب الاطمئنان على دورة تبريد السيارات قبل قيادتها ان شاء الله. صباح الورد استاذ وحيد. صباح الورد. صباح الخير. صباح النور. طب ممكن بس نعرف درجات الحراره المتوقعه نقولها لمشاهدينا؟ السواحل الشماليه 38، القاهره والوجه البحري 43، شمال الصعيد 44، جنوب الصعيد 45. نشكر سيادتك. ميرسي يا فندم. نشكر الاستاذ وحيد سعودي. طيب يعني طبعا احنا بنشكر استاذ وحيد سعودي. طبعا الجو خلينا على اخبار جميله 43. ليه؟ طب لحد يوم الاحد يا جماعه. بس الحمد لله يا سمر بلد. اول يوم رمضان ان شاء الله هتتكسر الدرجه. يعني ده رحمه ربنا والله بينا ان احنا ان شاء الله اول يوم رمضان يوم الاثنين. طبعا كل سنه وكل الامه العربيه والوطن العربي والامه العربيه والاسلاميه بخير يا رب وبسلام. اول يوم درجات الحراره هتبقى لطيفه ظريفه ان شاء الله يا رب. النهارده بس عايزين ناكد كمان على الناس وهم نازلين رايحين صلاه الجمعه يبقوا لابسين بس حاجه على راسهم. الاطفال لان انا عايز اقول لك ان انا ابني امبارح كنا يعني نازلين البول وكده جات له ضربه شمس، فعايزين نقول لا خلي بالكم بقى. لازم نقول للناس تخلي بالها وعلى اولادكم علشان درجه الحراره النهارده عاليه جدا. انا بفضل ان الناس ما تنزلش الا بعد ما الشمس تروح، يعني على الساعه مثلا ايه 6 7 ابتدوا انزلوا من بيتكم عشان حتى يبقى فيه صح. يعني ايه تراوه شويه.